كيلومترات وعلى مدار 12 شوطا سوف تكون حاضرة بالتنافس والتحدي والإثارة. نرحب بكل الحضور الكريم المتابع لهذه الانطلاقات، كذلك الترحيب بمشاهدينا الأعزاء عبر قناة دبي ريسينج الناقلة لانطلاقات هذه الأمسية الجميلة وهذه الرياضة التراثية هنا من موقع الحدث من أرضية هذا الميدان. أذهب إلى المقدمة وتابع الصدارة، ومع انطلاقة هذه البداية الأولى الصدارة هناك شرود في المركز الأول كما نتابع، وهي سمحة على الصدارة اسمه الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم محمد بن مسفر بالقوبع في التضمير، بينما المركز الثاني سرابة على المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي آل عويسي يضمرها انتقالي إلى المركز الثالث. هناك على ثالث المراكز من خلال هذه الانطلاقة، يا سلام. المركز الثالث في هذه الانطلاقة صوغة لهجن الرئاسة بقيادة حمد بن أحمد بن مايد الخيالي، بينما المركز الرابع هي فزعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن حمد بن غدير، وتنضم خامسا لغزيل لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي، بينما المركز السادس هنا نتابع بوجود المركز السادس وظهور عجيبه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في التضمير والتدريب، سابعا وجنه تصل لهجن العاصفة في المركز السابع مع حمد بن راشد بن غدير. وهناك على المركز الثامن الشاهينية على المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سيف بن أحمد بن خريدة هالي نيبي انتقالي إلى المركز التاسع في هذه المتابعة وهذه التحديات التي تبدأ في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. ملامح اسمه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان، وهناك يمع بن عتيج بن تسلة الرميثي بالتضمير، بينما المركز التاسع نشوة في المركز التاسع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في هذه الانطلاقة بقيادة طارش بن مبارك في القوبع في هذا الاندفاع القوي والذي يحدد مسار التحديات. هذه مشاهدينا متابعينا الكرام مسار الإثارة، مسار الانطلاق، مسار البداية الذي يبدأ في هذه اللحظة. دعوني أعود إلى مقدمة الشوط أتابع البداية، أتابع الانطلاقة الأولى وما تحمل أيضا من اندفاعات في هذه اللحظة الجميلة والمؤكدة. المركز الأول وجنه 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 على مقدمة الشوط، والصدارة الأولى تبدأ هنا في الانطلاق مباشرة إلى الصدارة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني نعود للمركز الثاني ونتابع وجود سمحة في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم مع محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري ثالث المراكز، لا زالت على المركز الثالث في هذه اللحظة وفي هذا المسار. هي صوغة لهجن الرئاسة حمد بن أحمد بن مايد الخيالي في التحدي، وفي المركز الرابع ظهرت سرابة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي في تضميرها، وفي المركز الخامس هناك انطلاقة قادمة في المركز الخامس بوجود الغزي لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، وسادسا هناك تصل مع لحظات ملامح لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان يمع بن عتيج بن جسلة الرميثي المحترف القادم أيضا في هذا التحدي وفي هذا المسار. ما شاء الله وتبارك الله. إذا نبدأ في هذه اللحظة، نبدأ هناك على المركز الأول عودة إلى مقدمة هذا الشوط من خلال ما أتابع في انطلاقاتي وفي مسار هذه اللحظات الجميلة. يا سلام سلام انطلاق اللحظة القادمة التي تحمل هذا المسار، هي دارة، هي وجنة القائدة لهذا المسار، القائدة المركز الأول المنطلقة ما شاء الله لمسافة 6 كيلومترات في هذا السن، سن
حول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، وجنه وهي وجنه، وجنه تخدي هذا الشوط. هناك تبدا مع العرض وهجنها والواثق حمد بن راشد بين غدير المركز الثاني، لا على المركز الثاني سمحه لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد ال مكتوم مع محمد بن هذه الانطلاقه وهذه التحديات. هناك المركز الثالث، نذهب الى ثالث المراكز في المركز الثالث لهجن العاصمه مع حمد بن راشد بن غدير، ورابعا هنا تظهر صوغه لهجن الرئاسه حمد بن احمد بن مايد ال خيل ايضا في هذه هنا الاثاره التي تبدا في هذا الاندفاع والتي بدات تشكل مسار هذا الشوط وانطلاقته وتحدياته. يا سلام يا سلام يا سلام، الانطلاق الواضح، المسار الذي يحمل هذه البدايه وتحدياتها، عوده الى القمه، عوده الى مقدمه الشوط. من باعدت في المسافه، من باعدت في التحدي مع الاثنين كيلو الباقي من خط النهايه. سلام في هذه اللحظه، في هذه الاندفاع، الله 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 الله، وجن على مقدمه هذا الشوط. تحمل هذه البدايه، تحمل هنا التحدي، وتحمل هذه المسافة التي بدأت تقطع بقية المشاركين. المركز الثاني، من ينطلق، من ينافس على المركز الثاني ويتابع المركز الثاني في هذه اللحظات. يا سلام، الكل بدع يقترب أيضا، وصلت الغزي الهجن العاصفة على المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا المسار. يا سلام يا سلام يا سلام، هي في المركز الثالث، صوغة في المركز الثالث، هجن الرئاسة مع حمد بن أحمد بن مايد الخيلي في هذه اللحظة. شوف هناك الكل قادمون، الكل قادمون في هذا المسار وفي هذه التحديات وفي هذه الانطلاقات على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى اندفاعة هذا الشوط ومسار هذه البداية، مسار هذه الانطلاقة، مسار هذا المسار. 1200، وصلنا إلى ما وصلنا إليه من خلال هذه اللحظة في هذا المسار. البداية هنا مع القائدة لهذا الشوط، وجنه وهي وجنه، مسيطرة، معلن أنها في هذا المكان، تعلن تواجدها هنا مع الكيلومتر الأخير والدخول إلى منعطف النهائيات. يا سلام يا سلام يا سلام، أيضا ترافقها على الصدارة الغزيل، ترافقها في المركز الثاني لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير في قيادة أيضا موفقة وقيادة بثقة. هنا صوغة على المركز الثالث لهجن الرئاسة مع حمد بن أحمد بن مايد الخيلي في هذا المسار. ثلاثية هنا تبعد عن بقية المشاركين وتنطلق لتسجل ناموس الفوز والانتصار، لتسجل أيضا لحظات الاندفاع النهائي. شوف كما نتابع 600 متر الأخيرة، والكل هنا يتقدم إلى خط النهاية. نصل إلى لحظات الختام، لحظات الاندفاع. خلاص 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 خلاص، من خلال هذه الانطلاقة، من خلال هذه التحديات، من خلال هذا المسار، وجنه على مقدمة هذا الشوط. إذا تهانينا والناموس من خلال هذا المسار وما تبقى من نهاية هذا الشوط إلى هجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير آل شتبي. يا سلام يا سلام يا سلام، خط النهاية يحتضن وجنه وهي تقترب من خط النهاية. هنا ترافقها بالمركز الثاني الغزيل أيضا في ثاني المراكز بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، منافسة ثنائية من خلال هذه اللحظة وهذا المسار. تهانينا والناموس على وصول وجنه بالمركز الأول، الغزيل في المركز الثاني، المركز الثالث صوغة في المركز الثالث لهجن الرئاسة، والمركز الرابع بلشي لهجن الرئاسة، والمركز الخامس كانت هي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. إذا هنا مشاهدينا الكرام النهاية للمراكز الثلاثة الأولى، والعودة إلى التوقيت الزمني كما نتابع مع لحظات البداية. هنا التوقيت الزمني 9:35، 6 من الأجزاء من الثانية هو توقيت صاحبة المركز الأول، بينما المركز الثاني 9:36،
36 ثانية وخمس أجزاء من الثانية إذا انتهينا، والناموس لجل العاصفة بالفوز بالمركزين الأول والثاني. المركز الثالث كان من نصيب صوغة تهانينا، والناموس الهجن الرئاسة تهانينا حمد بن أحمد بن مايد الخيلي. وفي المركز الرابع أيضا وصلت بلشة في المركز الرابع الهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. وهناك على المركز الخامس كانت أيضا اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتومة علي.